اليوم تشرق حياة عباس الحشيمي الذي تحمل مرارة حرمانه من تناول الطعام لأكثر من ربع قرن. ها هو يجري فحوصات أولية لإجراء عملية جراحية ليستعيد حياته الطبيعية. مشكلة التغيير الوصول الصوتي نادم الملك يعني كل عبد الله مشكلة سيد الشاب تعاي يعني وانا شدي وراح نسوي عملية ان شاء الله مستشفى الكفيل. العتبة العباسية وبعد عرض حالة عباس عبر قناة التغيير تكفلت بتفاصيل علاج الشاب في إحدى مستشفياتها الخاصة لتبدأ رحلة العلاج في داخل العراق أو خارجه إن تطلب الأمر. بناء على التقرير المقدم من قناة التغيير الموقرة وبتوجيه مباشر من سماحة السيد المتولي الشرعي العتبة العباسية تم استقبال الحالة المرضية الأخ عباس الحشامي بتكفل كامل من قبل سماحة السيد المتولي الشرعي، وبالفعل تم استقبال الأخ عباس وإجراء الفحوصات له وهي في طور الإكمال، وإن شاء الله تكون في مستشفى الكفيل هي مفتاح شفائه وشفاء كل مريض. قد يكون الحظ حالف عباس ليراه المعنيون، فكم من أسرة أو حالة مرضية تنتظر من يتكفل بعلاجها وإنقاذ ما تبقى من حياتها. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.